إرادة كبيرة ومعنويات عالية. يتطلع المشاركون في دورة ألعاب جريح الوطن الرياضية إلى إثبات جدارتهم وتفوقهم كما في أرض المعارك، لتكون هذه الدورة بداية تجربة جديدة في حياتهم مع اقتراب منافساتها في 20 من الشهر الجاري. قمنا باختيار المواهب من جرح الحرب في المحافظات السورية، بعدين عملنا لهم معسكر مركزي في مدينة دمشق. تم رفع سوية التدريب مع مدربين مختصين للاهتمام بالغذاء، بالتجهيزات، بكل الأمور الفنية اللي بتخص اللاعبين. لقينا أنه في كتير مستويات جيدة. إن شاء الله يا رب بالمستقبل يكونوا أبطال عرب وأبطال آسيويين وأبطال عالم كمان. كتجربة كانت ممتازة منيح يعني للجرح، شافوا وضع شو هو ولوين واصلين بالعلاج، لوين واصلين بمراحل متقدمة، وخاصة السباحة مفيدة للجسم، بداية حياة جديدة. لأنه يعني اخترت السباحة بالذات لأنه هي الهواية اللي أنا بحبها كثير يعني، وبتفوق فيها بجدارة. اليوم عم بدنا ندافع عن البلد بطريقة أخرى. تحضيرات كويس إن شاء الله، منافسين قويين وراح نرفع راسكم. حبينا نحن الله هون نكون كمان نقدم بالرياضة، بالإضافة نحن هون بالجو نحن جمعنا فيه مع الجرحى، تعرفنا على أصدقاء جديد. مثل ما كنا هيك بالقتال سوا، هلا كمان في ساحات الرياضة سواحنا. البطولة ممتازة وأهلتنا على كتير شغلات حلوة، شجعتنا على الرياضة أكثر. أنا من قبل عم بلعب رياضة، هو بلني حديد، وهلا بدي استمر فيه على أكثر يعني، والإصابة ما بدي أثر على شيء الحمد لله. انصبت بأثر صاروخ موجه أدى لبتر طرفين سفليين، رجعنا تعالجنا وركبنا أطراف صناعية، والحمد لله رجعنا نمشي ونركض. عم نحضر لبطولة كبيرة إن شاء الله بإذن الله. نحن عم نتدرب بشكل يومي، وإن شاء الله بنقدر نجيب ميداليات بإذن الله ونجيب المراكز الأولى. بطولة رائعة جدا، تمارين يومية بشكل، وإن شاء الله رح نطلع بنتائج مبهرة. هي اللعبة حسيتها الأفضل لجسدنا، الأفضل بحركتنا، والمناسبة لإصابتنا.